ألا بالعلم تزدهر الروابي، ويزهو المجد في ظل الكتاب، ويعلو بالتميز كل صرح، يعانق بالعلا هام السحاب، يعانق بالعلا هام السحاب. ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب، درجت على مقاعدها ربيعا يراعي في يدي ومعي كتابي. ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب، درجت على مقاعدها ربيعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف العاشر. اليوم إن شاء الله بنتكلم على درس الموجات الموقوفة. بداية خلونا نعرف ما المقصود بالموجات الموقوفة أو الموجات الساكنة. بنعرف الموجات الموقوفة أو الموجات الساكنة على إنها هي تلك الموجات التي تنشأ من تراكب قطارين من الموجات المتماثلة في التردد والسعة، ولكنهما يسيران في اتجاهين متعاكسين. يبقى ده تعريف الموجات الموقوفة أو الموجات الساكنة. طيب، لماذا سميت الموجات الموقوفة بهذا الاسم؟ نقول السبب في ذلك يرجع لأن أماكن العقد والبطون بتكون ثابتة، العقد والبطون بتكون ثابتة في مكانها، ما بيتغيرش موقع. طب يا ترى بتتكون من ايه الموجات الموقوفة؟ الموجات الموقوفة بتتكون من عقد وبطون. ايه الفرق بين العقدة والبطن او العقد والبطون؟ تعالوا نعرف كل واحدة منهم وبعد كده نتعرف على الشكل العام للموجات. العقد هي مواضع في الموجة الموقوفة تنعدم فيها السعة، يعني معنى كده ان سعة الموقع المكان اللي بتكون موجود فيه عقدة بتساوي صفر. اما البطون هي مواضع في الموجة الموقوفة تكون سعتها اكبر ما يمكن. اللي قدامنا ده هو شكل الموجات الموقوفة، زي ما احنا شايفين هي دية العقد، وده ملاحظين ان السعة فيها بتكون منعدمة او صغيرة جدا، و الموقع الثاني ده اللي هو عبارة عن البطن، وده بتكون سعة الموجة عندها أكبر ما يمكن. هنلاحظ في الرسم إن المسافة بين عقدتين متتاليين زي ما احنا شايفين بيساوي لمدة على 2، يعني نصف طول موجي. وبالتالي لو أنا عاوز أعرف المقصود به الطول الموجي للموجة الموقوفة، فهناخد ضعف المسافة بين عقدتين متتاليتين أو ضعف المسافة بين بطنين متتاليين. تعالوا نتعرف على النغمات اللي بتصدرها الأوتار. أول نغمة عندنا بيصدرها الوتر بنسميها النغمة الأساسية، وحسب التعديل الجديد فهتسمى النغمة الأساسية أيضا بالنغمة التوافقية الأولى. ايه هي النغمة الاساسية او النغمة التوافقية الاولى؟ بقول هي نغمة يصدرها الوتر عندما يهتز على هيئة قطاع واحد، زي ما احنا شايفين الوتر امامنا باكمله يهتز على هيئة ايه؟ على هيئة قطاع. طيب القطاع قلنا هو مسافة بين ايه؟ بين عقدتين، يبقى طول القطاع بيساوي كم؟ بيساوي لمدة على 2 او نصف الطول الموجي. طيب لو اهتز الوتر على شكل قطاعين زي الشكل اللي امامنا، هنا الوتر بيهتز على شكل قطاعين، في الحالة دي ما نوع النغمة الصادرة؟ هنسميها نغمة توافقية ثانية، ودي نغمة يصدرها الوتر عندما يهتز على شكل قطاعين. يبقى لو حبينا بنفس الترتيب لو قلنا ايه هي النغمة التوافقية الثالثة، يبقى هقول هي النغمة التي يصدرها الوتر عندما يهتز على شكل ثلاث قطاعات، وده الشكل الواضح امامنا. طبعا لازم نبقى عارفين ان احنا ممكن بنتحكم في عدد القطاعات الموجودة عن طريق التردد اللي بيهتز به الوتر.
في بعض الملاحظات لازم ناخد بالنا منها. الملاحظة الأولى إن طول القطاع هو نفسه بيساوي المسافة بين عقدتين متتاليين، برضو ده بيساوي المسافة بين بطنين متتاليين، وده بيساوي الطول الموجي مقسوم على 2، يعني لامدا تقسيم 2. دي الملاحظة الأولى. يبقى ثلاث حاجات يساوي بعض: طول القطاع، المسافة بين عقدتين متتاليين، المسافة بين بطنين متتاليين، كل ده بنصف طول موجي. المسافة بين عقدة وبطن متتاليين بطبيعة الحال يبقى هيكون نصف قطاع، يعني معناها لمدة تقسيم 4، يعني ربع الطول الموجي. نلاحظ مع بعض زي ما اتكلمنا انه يمكن زيادة عدد القطاعات للوتر المهتز بزيادة التردد. طيب ايه الطريقة اللي هنحسب منها الطول الموجي للموجات الموقوفة؟ ببساطة جدا، لو حفظنا القانون العام ان الطول الموجي للنغمة الصادرة من وتر مهتز او للموجات الموقوفة لمدا هيساوي 2L تقسيم N. طيب لمدا وعرفنا ان هي الطول الموجي اللي عبارة عن ايه؟ طول الوتر او الحبل المهتز. N عبارة عن نقدر نسميها اما رقم النغمة التوافقية او عدد القطاعات. طيب لو طلب مننا ازاي نحسب سرعة انتشار الموجة، فهنعوض في القانون اللي احنا درسناه قبل كده. سرعة انتشار اي موجة بنعينها من العلاقة V بتساوي لامدا ضرب F. قلنا V سرعة انتشار الموجة، لامدا طولها الموجي، و F عبارة عن التردد. لازم نلاحظ واحنا بنعوض في قانون سرعة انتشار الموجة V بتساوي لامدا ضرب F ان وحدة قياس سرعة انتشار موجة لابد ان تكون بوحدة متر لكل ثانية، وحدة قياس الطول الموجي لازم تكون بوحدة المتر. طبعا لو مدهاني بالسنتيمتر بقسم على كام؟ بنقسم على 100. والتردد لابد انه يكون بوحدة الهرتز. تعالوا ناخد مثال نوضح من خلاله طريقة حل المسائل الخاصة بحساب الطول الموجي او حساب سرعة انتشار الموجة. مثال: اهتز حبل طوله 240 سنتيمتر اهتزازا رنينيا في 3 قطاعات عندما كان التردد 15 هرتز. يبقى انا عندي حبل طوله 240 سنتيمتر. بطبيعة الحال اول شيء، اول ما الاقي طول الحبل، طبعا عارفين طول الحبل هيبقى رمزه مين؟ L. طول الحبل رمزه L، لكن اعطاني طول الحبل بوحدة مين؟ السنتيمتر. يبقى اول خطوة لازم اجيب قيمة L بوحدة المتر، يبقى هقسم 240 تقسيم 100، فهيطلع عندي 2.4 متر. طيب اعطاني ان الوتر بيهتز في، او الحبل بيهتز في 3 قطاعات، معنى 3 قطاعات، يبقى ان عندي قيمتها بتساوي كام؟ 3، لان احنا عرفنا ان قيمة ان اما اقول ان هي نوع النغمة الصادرة او عدد القطاعات، واعطاني قيمة التردد بوحدة الهرتز انه 15 هرتز. واول سؤال بيطلبه مني: ما نوع النغمة الصادرة؟ طبعا بطبيعة الحال ببص لعدد القطاعات اللي موجودة عندي، لقيت عدد القطاعات كم؟ 3 قطاعات. اذا نوع النغمة نغمة توافقية ثالثة. طب لو كان بيهتز على هيئة 4 قطاعات يبقى نغمة توافقية رابعة، على هيئة قطاعين يبقى نغمة توافقية ثانية، طب على هيئة قطاع واحد يبقى نغمة توافقية أولى أو نغمة أساسية. المطلوب الثاني: احسب الطول الموجي. عشان احسب الطول الموجي يبقى هعوض في القانون العام اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو لمدا تساوي 2L تقسيم N. L اللي هو كان طول الوتر اللي احنا طلعناه ب 2.4 متر، و N اللي هو عدد القطاعات اللي هي 3. يبقى معنى كده ده هيساوي، لمدا هتساوي 2 ضرب 2.4، الكلام ده هيساوي 1. كام؟ 1.6. يبقى عندي
طبعا مقسومة على مين؟ مقسومة على 3 اللي هي عبارة عن عدد القطاعات، هيطلع الناتج 1 بوينت كام؟ 1.6 متر. احسب سرعة انتشار الموجة، يبقى على طول عوض في قانون سرعة انتشار الموجة، v تساوي لامدا ضرب f، يبقى v هتساوي 1.6 ضرب 15، تطلع 24 متر لكل ثانية. كده نكون انتهينا من درس اليوم عن الموجات الموقوفة، ولكن مازال في جزء متبقي إن شاء الله في هذا الدرس في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.